مدينتنا اليوم هي إحدى أضلاع الدول الإسكندنافية، تقع في أقصى شمال أوروبا. مناخ الصعب وتراء سكانها هو أبرز محاور حلقتنا لليوم في بلاد الفايكينج، أوسلو عاصمة النرويج. اليوم في عاصمة واحدة من الدول الإسكندنافية اللي هي النرويج، أوسلو. أوسلو طبعاً نجي في نهاية شمال أوروبا، عاصمة ما نعرفوش عليها معلومات هلبة. اليوم في الحلقة إن شاء الله هنستكشف المكان والعاصمة هذه. معلومة على السريع، في الصيف 18 ساعة شمس موجودة، وفي الشتاء 6 ساعات بس الشمس، يعني في الشمال توصل لساعتين بس الشمس. يفرح وقت يجي من الصيف. وانت تدور هنا في شوارع أوسلو تحس ان الشوارع ملمومة في بعضها، يعني كل شيء قريب على بعضها. والشيء اللي يخليك انت تنتبه نظافة الشوارع، قصدي في نظافة غير عادية في الشوارع. النرويج من الدول المشهورة في نظافة الشوارع متاعها، اختلاف المباني حتى يلفت النظر. طبعا المعلومة اللي ما يعرفوهاش الناس ان أوسلو اسمها مدينة المهندسين، يعني انت لما تخش للنرويج أوسلو تشوف اكثر الرفيعات اكثر من منظر اي شيء ثاني. رفيعات لان هنا في تنافس كبير بين المهندسين من يدير افضل تصميم او افضل مبنى. كل مبنى مختلف، ما فيش واحد من اهم المباني اللي مختلفه وشكلها مختلف اللي هو الاوبرا لورانا. الشوارع هنا اللي نحكوا عليها والناس تدور فيها توا، ممكن انت تشوفها ان هي زحمه شويه لان الصيف بتاعهم شهرين بس، عندهم 10 شهور شتاء، يعني الشمس ما يحصلوهاش والجو هذا المشمس إلا في الوقت هوا من السنة. 18 ساعة، المعلومة الرسمية أنه 18 ساعة في الصيف شمس، وفي الشتاء عكس ذلك، 4 ساعات بس شمس في الشتاء، ومناطق الشمال ممكن تجيهم ساعتين بس شمس. وهذا من أهم المقاصد السياحية هنا في النرويج، تجي الناس هلبة، وإحنا تو بنديروا فيه جولة نبو نوصلوا نشبحوا شو نفصل. هاي نمشوا مع بعضنا. هذا مبنى الأوبرا في النرويج هنا في أوسلو، دارتها الحكومة، دارتها تعرف السنة قداش؟ 1300. شوف الوقت، كلام ليها حوالي 700 سنة، لكن ما كانش بالشكل هذا. الشكل هذا جديد، موش قديم، في العهد الجديد متاع المملكة النرويجية. وطبعا النرويج هي مملكة عندها ملك وبرلمان، مش ودولة ديمقراطية نظام. المبنى من برا مزين بالكرارة الإيطالي اللي هو رخام الجرانيت، كله أبيض، هذا كله رخام جايبينه من إيطاليا باش داروا به الشكل، هو باش يلفت نظر السياح وعطي شكل جميل من برا، لأن الأبيض يعكس في الشمس. وتو من داخل خشانة، عندك معلومة عن اللوحة هو اللي موجود الداخل؟ المبنى من داخل يتسع لحوالي 1400 شخص، مساحة المبنى كلها 4000 متر و500، يعني مش كبير هلبا المبنى، لكن كدار أوبرا يعتبر كبير. وفيه هنا نشاطات طبعا يجيه من جميع دول العالم، الفرق الموسيقية هنا باش تدير عروض. والدخول متاعه باش تخش الداخل فيه تكت، باش تخش الداخل مثلا لما تولي في حفلة أو شيء تتفرج على العروض. ومستغلين هنا كل شيء، هنا مدارين مطعم في الأوبرا باش السياح اللي تجي هنا تلقى وين تقعمز وتاكل. وفي فرق هنا طبعا في الدول الاسكندنافية زي سويسرا في جنيف، يعني عندهم عملة بروحها مش اليورو، مش في اتحاد الاوروبا، عندهم الكورونا النرويجية. الكورونا النرويجية وفي فرق بينها وبين السعودية والدنماركية.
الكورونا الواحد يورو ب10 كورونا نرويجية. أصل هنا تقدر انك انت تتنقل عبر البحر، عندهم محطة دولية من هنا تقدر تتنقل وتخش للبحر وتمشي لإسلندا ومناطق انت تقدر توصلها عن طريق البحر. احنا توم قامزين على الرصيف اللي مقابل الأوبرا ورانا اللي هي محطة باجو تيفيل اللي هي أكبر محطة هنا في أوسلو، محطة نقل بري شحن بضاعة وترفع حتى في ناس. في 2019 سجلت أكبر عدد خش من الرصيف هذا متاع باجو تيفيل اللي هو وصل لي 100,000 زائر. أنا بالنسبة لي أنا مفضل أني نمشي رحلات جوية على أني نمشي رحلات بحرية الحق. هي أكثر رحلات اللي هنا بحرية حتكون عن طريق أو في فصل الصيف، لأن فصل الشتاء البحر يكون عندهم هايج والجو عندهم متوتر لأن في ريح وفي تلج وفي عواصف. والنرويج هي أساس البحر، يعني هم من عصر الفايكنج اللي كانوا هنا في المنطقة هذه اللي هم القراصنة، كانوا هنا هم اللي اكتشفوا البحر وهم اللي اكتشفوا اللي احتلوا بريطانيا واكتشفوا أمريكا اللاتينية قبل كولومبوس يقولوا، وكانوا يغزوا في الدول الأوروبية. وهنا النرويج عندها ساحل طويل جاي كزي توا ومجموعة من الجزر، يعني حياته مغلبها بحر، وفي المناطق انت بتقدرش تسافر فيها في الشتاء لان فيها موضوع صاير ان القطب الشمالي المتجمد الشمالي قريب عليهم قريب عليهم فمؤثر عليهم حتى في الطقس. وهنا على ما قد ما تحسهم ان هم مستغلين الصيف افضل استغلال، تلقى مجموعة من اليخوت مدرسة هنا في الميناء. اليخوت مجواش للناس اللي حالتهم كويسة هنا في النرويج، لأن ثمنها باهظ الثمن حتى في استئجارها أو شيء، لأن الفترة الوحيدة اللي يقدروا الناس يمشوا فيها في البحر أو يستمتعوا بالبحر اللي هي الفترة هي قصيرة، فاللي يحجزوا في اليخوت كلهم من الناس اللي دخلهم عالي. هي النرويج ما هيش بلاد فقيرة، عدد سكانها 5 مليون بس، ما هيش عدد كبير. المعدل بتاع الفرد دخل الفرد في السنة 60,000 يورو، يعني معدل عالي يعتبر كويس يعني. هلبا دول أوروبية تانية زي السويد زي النرويج زي الدنمارك، معدل الدخل بتاع الفرد كويس، لكن في حاجة عندهم هنا متوسط الأعمار كبير هلبا 82 سنة. مو معدل أعمار كبير جدا، يعني ممكن تلقى إلا في الدول هنا اسكندنافية، يعني لا أعتقد أنه في أغلب دول العالم موجود في هالكلام. هو الأعمار بيد الله، لكن هم يصلوا للأعمار هي بالحكم الاهتمام الطبي، لأن هنا المراجعة أو التحاليل مفروضة من الدولة، فهمت؟ كل 6 شهور عندك تحاليل خاصة. وشبه هنا العيل هنا لما ينزاد شخص على عيل ما يتكفلش به بكل، دولة هي تكفل بمصاريفها بدراسته بكل شيء لأن يكبر ولي في سن كبير. طبعا قاعد انطباعنا هو نفسه عن المطعم الفلسطيني، مطعم كويس وحتى الأكلة هي كويسة، ما فيش اختلاف كبير على باقي المطاعم صح؟ موجودة الفلسطينية محافظين على نفسها، والسعر ماشي غالي، الوجبة الواحدة 149 كورونا. قديش تطلع يورو؟ 17 يورو، يعني في مطاعم مرات تاكل وجبة ب40 وطعمتها ماشي أو مكوناتها مش زي هذه.